تمارس ميليشيا الحوثي الإرهاب والإهانة بحق المتحوثين المنضويين تحت شعاراتها العنصرية، في تعز أقدمت عناصر حوثية على ضرب وإهانة المتحوث محمد زجل على إثر خلاف نشب بينه وبين أحد مشرفي الميليشيا، وأطلقوا عليه النار وتركوه يزف قبل أن يتم إسعافه. وعلى إثر الحادث تجمع الأهالي والمتحوثين يتقدمهم عبد الواسع زجل وصقر الجنيدي للتنديد بالجريمة، رغم قناعتهم بأن تجمعاتهم هذه لن تغير في واقع الحال شيء، وإنهم لن يحصلوا سوى الإهانة ولن يحصدوا سوى الإهانة، فلا وجود للمتحوثين في قاموس الميليشيا ما لم ينحدرون من محافظة صعدة. وطلب مراقبون أبناء تعز باتخاذ موقف حازم من العناصر التي لا زالت تسبح في فلك الميليشيا رغم ما ترتكبه من جرائم بحق أبناء تعز واليمن بشكل عام من جرائم وانتهاكات. اشهر فرق اللي بيننا وبين الدواعش، اشهر فرق، اشهر